عايز اقول لحضرتك ان برضو في سن المراهقه او اللي هي بدات تبقى بدري في 9 سنين، اولا الابطال دول او يعني الشخصيات دي بيبقوا شخصيات ابطال وبيعملوا خير وطيبين ولطاف، ولكن هو مثلي. وبعض الحاجات اللي بتروج للاطفال المراهقين فكره الحريه وقبول الاخر وان الواحد ما يحكمش على الغير، هي كده بس هي حره، ده اختيارها في الحياه. بتسمع من شويه من الشباب الصغير دول الاطفال، احنا يعني شويه شويه بتتسرب لهم فكره ان هم يتقبلوا ده كجزء من اختلاف الاخر زي اختلاف اللون والدين وهكذا. انا واجه ده ازاي برضه؟ هو انا زي ما بقول لحضرتك ان في الموضوع اللي حصل الضجه الاخرانيه دي هو فيها شقين. الشق الاولاني زي ما كنت بتكلم ان الميول المثليه دي كانت ناتجه عن التنشئه، لكن النهارده لما انا اشوفها كتير وانا صغير تعود عليها، خلاص انا بقيت متعود عليها طبعاً. فممكن اروح لها باختياري صح، فمش بقيت ما بقتش مشكله اللي هو ايه انا عندي مشكله في التربيه ومش مستخبيه كمان. ده دول ابطال في افلام، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان الافلام دي بتستمر زي ما حضرتك كنا بنتكلم، بتستمر 40 و50 و60 و70 سنه بنتفرج عليها. فهي مش فكره ان هي هيظهر فيلم النهارده وهيختفي كمان سنتين زي اي افلام مثلا ما بتفرجش عليها بتاعت 30 40 سنه الاطفال ما بيتفرجوش عليها، لا دي الحاجات دي مستمره معايا على طول. فهي الفكره اصلا هي مبنيه على فكره قبول الاخر، يعني هم عايزين ايوه بالظبط كده، احنا يا جماعه نقبلهم، ما هو ما انا لو قبلتهم يعني كاني بوافق على ان هو ممكن اي حد يعمل ده. فهي برضو نرجع نقول ان ده يا جماعه ده معلش هو انا اقبلك، لكن انت ما تفرضش عليا. انا اقبلك ان انت مختلف عندك مشكله محتاج تتعالج، لكن انت ما تفرضش عليا كان ده بقى ده جزء من حياتي بقى، ده طبيعي. ان ده مش طبيعي، ده ضد الفطره، ده مش طبيعي، فما تجبرنيش ان انا اكون بالنسبه لي ده طبيعي. فهي النقطه ان احنا نوصل لمرحله هم عايزين يوصلوا كده ان ده طبيعي بالظبط، ده زي ما واحد بيكون بيشوف مواقف دم كتير جدا فبقى بالنسبه له لما طبعًا بيشوف الدم بيتعصب عادي. هي نفس القصه دي، هم عايزين يوصلوا للنقطه دي. فطبعا ده اللي مرفوض بالنسبه لنا. انت عندك الحق ان انت تعمل اللي انت عايزه، لكن انت بتجبرني على ان انا اقبلك بان ده شيء طبيعي؟ لا طبعا. لا، يبقى لازم في خطوات مهمه جدا تتاخد من يعني قبل المدرسه حتى من خلال الاسره نفسها انها تحمي ولادها من الكلام ده، لانه في دراسات هنا عندنا حتى في مصر انه 78% من الاطفال لما بيشوفوا الرسوم المتحركه بيتاثروا بيها تاثر كبير. فلازم نلحق لانه اللي جاي الموجه اللي جايه في منتهى الخطوره، مش بس على المثلي، في كل حاجه، كل رؤى في الحياه. صحيح، يعني المثليه احداها، لكن في حاجات كتيره جدا بتيجي من خلال الرسوم المتحركه بتشجع على العنف، وزي ما حضرتك قلت بشوف الدم كتير بتاع، خلاص انا بشوف الدم ده حاجه عاديه خالص، او التحقير من مثلا من شخص مغاير ليك في الشكل او في الجنس مثلا. طب الحاجه برضو التانية، هل صحيح الاطفال الصغيرين ما بيفتك يعني بينسوا خالص. يعني ايه ده انت 3 سنين دي مش فاهمه حاجه اما تكبر؟ العكس صدقيني، العكس المعتقد تماما ان الاطفال عندهم ذاكره غير عاديه حتى في السن الصغير. سنتين حضرتك، سنتين يا. يعني احنا حتى بنقول للاباء والامهات ان انت ما تمارسش حياتك الزوجيه اثناء وجود ابنك الطفل اللي عنده سنه جنبك، لان هو بيخزن ده في الذاكره وبعد كده بتطلع بعد كده، وده بيحصل في حالات كتيره جدا انا شفتها. فاحنا متخيلين ان العيال ما بتفتكرش، لا العيال بتفتكر كويس جدا. فاي حاجه هو بيشوفها بتاثر على بتتخزن في عقله الباطن، بتاثر على سلوكياته بعد كده بشكل لا واعي. فمهم جدا حضرتك التوعيه، احنا عايزين نقول ان التوعيه دي حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اقول لبابا وماما اتعلموا تربيه، اتعلموا ثقافه جنسيه، خدوا كورسات في الحته دي، اقروا كتب في الحته دي، خشوا على النت اسمعوا الناس بتقول ايه في الحته دي عشان ارد على كل اسئله ابني بشكل صحيح. ولازم افهمه بصراحه ايه اللي حاصل، ان في هذه العلاقات لو انت شفتها دي العلاقات دي مرفوضه في مجتمعنا لان ديننا بيقول كذا كذا كذا. بالاضافه لحاجه مهمه جدا، البديل بقى، وده دور المؤسسات ودور الدوله، ان دور انت الأسرة. اعمل لي كرتون بقى يشد الاطفال، اعمل لي نشاطات، والاهل كمان يبقوا يعني خلاقين ان هم يلاقوا حاجات تشغل وقت الولاد وطاقتهم. دايما الاهالي تقول لي طب انا هجيب نشاط منين؟ يا جماعه طب معلش احنا مش قد الخلفه، احنا ما نخلفش بقى، وانا لازم اجيب وقت ولازم اجيب نشاط ولازم اخش على النت ولازم ادور ولازم اقعد مع اولادي ولازم اعمل معاهم علاقه، لان بعد كده ما ترجعش تشتكي. صح، فهي في النهايه ده دوري ومسؤوليتي كبابا وماما، ما اقدرش ان انا يعني اسيبه.
فاحنا محتاجين كمان، ارجع اقول تاني، احنا محتاجين مؤسسات تقدم لنا بقى كرتون اللي بيشد الاطفال، اللي يخليهم يقعدوا، اللي بيقدم لهم القيم زي الكرتون بتاع زمان وزي البرامج بتاع زمان اللي احنا اتربينا عليها. احنا لحد دلوقتي احنا فاكرين البرامج دي وفاكرين القصص دي. فاحنا محتاجين ده، محتاجين يعني يبقى فيه ابداع بقى، اللي هو يعني الناس تتفرج كده تشوف المنافسه الخارجيه شكلها عامل ازاي، تشوف ما وصلوا اليه من تكنولوجيا، وبعدين نبدا نعمل ده.